ياسين شهب الحاصل على لقب منشد الشارقة 2017. سعيد جدا أنني كنطلع لكم من المنبر الراقي منبر هيسبريس، وكان بغي نقول لكم شكرا لدعمكم، شكرا لهيسبريس اللي منحتني الصفحة وأنا في مسابقة منشد الشارقة باش ندير لايف من الصفحة الرسمية ديالها، وهذا الأمر هذا ما عمري غادي ننساه، واحدة من المنابر اللي دعمات ياسين بواحد الشكل قوي جدا. اكيد ان الجميع كيتسائل على بعد منشد الشارقه او بعد التتويج شنو عمل ياسين. الحمد لله مع فريق العمل اللي متكون من اساتذه مختصين تمكننا الحمد لله اننا نضبطوا مجموعه من التواريخ على مستوى الخليج وعلى مستوى حتى اوروبا، وكاين اعمال اخرى اللي غتنزل في هذا الشهر المبارك مع اسماء اللي هي معروفه، وربما غادي نعطيكم الحصري. هو عمل كبير مع بلال أفريكانو، عمل كيخرج بعوالم الغناء الروحي أو الصوفي، لأننا نعصرنه ونخرجوه للشباب باش يعرفوا شنا هي الثقافة الصوفية، شنا هو الغناء الديني، وشنا هو الغناء الروحي. كنتمنوا من الله عز وجل أنه ينال الإعجاب الجمهور إن شاء الله. هو الفكره جات على اساس انه هو كاين عمل محطوط، عمل في عوالم رباني عير مساله توزيع حتى نخرجه نسبيا للعالميه او للعالم العربي، يجب تطوير شويه في الالات باش يفهمونا الوان اخرى وباش يفهمونا ثقافات اخرى. هكا انا كنظن باللي هذا هو الدور ديال الموزعين الموسيقيين، هذا هو الدور ديال الفنانين، وربما هذا هو الدور ديال المنتدى اللي حنا فيه اليوم، هو انه يخرج الثقافه الصوفيه للناس باش يشوفوها ويعرفوها، ما تبقاش حكر على الزوايا او لا حكر على اللي كتمثل لنا صراحه هي الهويه، لكن حنا رسل بين قوسين لهذا الفن الراقي ان صح التعبير. هو كانت اعمال قبل من منشد الشارقه، اعمال كنسميوه ظهور يعني كان على مستوى الوسائل ديال الاعلام، لكن بعد منشد الشارقه فكرنا اننا علاش لا انه يكون ان كليب لي بمعايير محترفه بمعايير عالميه ويتصور على مستوى عالي، باش هكا كنديروا واحد ليماج اللي هي راقيه واللي هي في مستوى بلادنا وفي مستوى ثقافتنا وفي مستوى، والشيء اللي خلانا اننا نلجؤوا للتوزيع بانماط يعني جديده هو اننا فوقاش ما كتجي الفرصه ونلتقي باسماء معروفه مثل سامي يوسف مثل ماهر زين، كنلقاو بان نهلوا من تراثنا الموسيقي وثقافتنا واشعارنا، ولكن طوروها داك الشيء علاش نسبت لهم نسبيا ووصلت للعالميه. فقلنا علاش لا بين قوسين، خبز الدار ما يبقاش يديه البراني، حنا اولى به. وعلى هذا النهج كاين مجموعه من الاصوات ما شاء الله في بلادنا الحبيبه ماشيين في هذا الطريق، واكيد ان المشعل باذن الله عز وجل غيبقى من شيوخنا وحنا ماشيين ان شاء الله للامام باذن الله. شوف انا نقدر نقول لكم باللي المدرسه المغربيه او لا ثقافتنا او لا تراثنا هو خير مؤسسه وخير مدرسه ممكن نهلو منها، لان حتى الاسماء العالميه اللي كنتكلموا عليها اليوم بحال سامي يوسف وما الى ذلك نهلت من تراثنا وجاو حتى لهنا وجالسوا اولياء الله وجالسوا مريدي الزوايا حتى ياخذوا ديك الزبده ديال اشعارنا والزبده ديال الحاننا. فكنظن باللي ساداتنا وشيوخنا بحال عدد من الاسماء الكبيره هما اكثر ناس اللي ممكن نحن نقتدي بهم في هذا المجال ديالنا. انا ممكن نقول لك باللي مجالستي لعدد من احبابنا ومن اصدقائنا الذين لهم يعني الحمد لله باع طويل في الانشاد وفي السماع خلت فينا اثر ولو بسيط جدا طيب حتى يعني يبان او يتجلى في غنائنا. ربما كيستحضرني اليوم عميد المسمعين وعميد المادحين
سيدي علي الرباحي طال الله عمره، وكنستحضر سيدي بجدو، وكنستحضر عدد من الاسماء اللي كبارين ولينا الشرف انهم يعني جلسنا معهم وشفناهم وتتلمذنا على يديهم بحال سيدي علي الرباح. هو حقيقة أن سؤال التصوف أو سؤال شنو كيمثل التصوف، ثقافة التصوف أو التصوف هو أمر يعني مرتبط بهويتنا ومرتبط بثقافتنا احنا كمغاربة، وربما ماشي ربما هو أكاد أجزم في هذا الأمر هذا بأننا وردناه من أجداد ديالنا. وخير دليل هو أن البلد ديالنا بلد الزوايا، بلد الأولياء، وربما في مناسباتنا الدينية وفي في 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 لا في مناسبات الدينية كنلقاو هذا الشيء يتجلى في جلسات محمدية وجلسات ربانية ترأسها سيدنا الله ينصره أمير المؤمنين. ربما ده تأصيل لفكر التصوف وتأصيل لعوالم التصوف اللي جذورها ضاربة في تاريخ المملكة المغربية. طرائف كثيره جدا، ولكن كتستحضرني واحد الطريفه ديال انني في البرايم الاولاني في منشد الشارقه كنت لابس لباس مغربي، وعلى النقل المباشر قلبت البلغة ودخلت، وربما غادي تشوفها في الفيديو، قلبت ودخلت فوليت كنبان بحال البطريق، ولله الحمد ربما هذيك القلبه ديال البلغه هي اللي يستر فيها مولانا وجاب الله التيسير. فكنت واقف امام عمالقه الطرب بحال الاستاذ لطفي بوشناق اللي كان وجه له تحيه، و 120 دوله اللي كتشاهد اللايف وداك الشيء مباشر بحضور صاحب سمو حاكم الشارقه. فكانت غير من اللي خرج الصوت هذاك هو الربح، فالبلغه ما يهمش، ملي ما دخلش ليكم حفيان هذاك هو الربح. ف هذه واحدة من الطرائف اللي ما عمرها غدا تنسى ليا. فوالا، حنا بغيت نقول لكم من منبر هيسبريس، رمضان كريم عليكم ورمضان كريم على سيدنا الله ينصره، كل عام والأسرة العلوية بألف خير، كل عام وبلادنا بأمن وأمان، كل عام والأمة والبشرية كلها بخير وعلى خير، ويا ربي تكون هذه الأيام المباركة كلها خير وتيسير وصيام مقبول. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.